وتعليقا على الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط الإيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالبورن المتخصص في الشأن الإيراني ميثاق عبد الله. سيد ميثاق، مرحبا بكم. بداية، هل معلومات متوفرة لديكم عن الحريق الذي اندلع في ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر؟ تفضل سيد ميثاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. طبعا حتى الآن الوسائل الإعلام الإيرانية لم تعلن عن أي جهة رسمية أن تستحدث الناقلات النفط الإيرانية، وخاصة أن هذه الجهة تعلن بأنها تم استهداف هذه الناقلة بصواريخ، ولم تعلن عن استهداف أي طاقم من طواقم هذه الناقلة. طبعا هذه الناقلة يجب أن تدرك، هذه التصريحات يجب أن إيران تدرك بأن استهداف ناقلة من دون أي إصابة من طاقم من الطواقم الإيرانية تدل على أن هذا التفجير تفجير مفتعل من قبل الدولة الفارسية. طبعا إيران الآن تحاول بأنها تنقل إرهابها إلى المنطقة العربية، وبما أن هذه التصريحات وقرب ميناء جدة تعلم بأنها تتهم المملكة العربية السعودية بأنها هي المستهدفة لها، ولو كان هذا الاتهام بشكل غير رسمي، ولكن المملكة العربية السعودية هي لم تعلن حتى الآن أي تصريح حول هذا الأمر، وإيران حتى الآن لم تتهم حتى المملكة العربية السعودية باستهدافها. لذا يعتبر هذا الانفجار مفتعل من قبل الدولة الفارسية، ولو لها أي أدلة تتهم فيها المملكة العربية السعودية أو الخليج بهذا الانفجار التي يجب أن تدل بها حتى أن نستطيع أن نرد لها بشكل رسمي، ولكن هذا الانفجار برأيي أنا هو انفجار مفتعل من قبل طاقم السفينة، خاصة وأن هذا الانفجار لم ما الهدف من ذلك؟ ما الهدف هذا الافتعال على حد قولكم سيد ميثاق؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ الهدف من هذا الافتعال هو افتعال الرأي العام الدولي بأن إيران تتعرض لضغوط دولية. إيران خاصة وأن الآن تريد أن تنقل النقل النفط من بحر قزوين، وتريد أن تتهم بأن الخليج لم يكن لها المكان الآمن لإرسال الناقلات نفطها إلى سوريا، وخاصة الآن هنالك حرب ضروس تخاف في المنطقة العربية، خاصة في سوريا الآن وخاصة في اليمن. لذا هنالك تداعيات سياسية صراحة بشكل عام تحاول من خلالها الإدانات يعني غير رسمية وغير مقنعة للمواطن العربي حول الحرب في سوريا وحتى حول الحرب في اليمن. هنالك تداعيات سياسية من قبل أنظمة تحاول أن تخضم هذه الصراعات من أجل مصالحها الشخصية فقط وليس من أجل مصالح الشعوب. سيد ميثاق، تعتقد أن هذه العملية يمكن أن تفجر الأوضاع الملتهبة أصلا في منطقة الخليج العربي؟ في منطقة الخليج العربي صراحة للأسف الشديد هنالك إدانات، يعني أو نستطيع أن نقول هنالك دول مسيطرة للأسف الشديد على المناطق العربية. يجب على العرب الآن أن يدركون تماما أن عدائنا مع إيران هو عداء تاريخي متجذر ضارب في القدم، لا تطفو ناره ولا تخبو آواره. علينا أن ندرك تماما أن هنالك تحركات سياسية من قبل الشرق والغرب، والشرق هو الآن روسيا تحاول الإطاحة أو مثل ما نقول سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا كذلك تحاول سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط. لذلك الشعوب العربية الآن بكل اختصار هي ضحية سياسات دولية كبرى، يجب أن ينتفض الشعوب العربية لكي أن يستقروا بأنفسهم وليس بأنظمتهم. هذا يعني كل ما يجب على الإنسان العربي أن يدرك أنه ضحية سياسات دولية كبرى وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لموضوع النفط، موضوع النفط هذا موضوع انتهينا من عنده منذ سنوات. اليوم أمريكا تولد نفطها وروسيا كذلك تستنفذ نفطها من إيران. لذلك هنالك منطقة يعني صراحة العرب أصبحوا للأسف الشديد أصبحوا ضحية سياسات دولية كبرى، يجب أن يدركوا وينتفضوا ضد هذه السياسات والمؤامرات الدولية الكبرى التي طيب سيد ميثاق، إذا ما ثبت الجهة التي قامت بإطلاق الصاروخين على الناقلة الإيرانية، كيف يمكن أن نتوقع الرد الإيراني؟ هل ستعلن حرب مثلا؟ إيران لا تستطيع صراحة أن تعلن حرب على المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لها وزنها،
في الشرق الأوسط، لها ثقلها في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية لها قوتها أن ترد، وليس فقط على إيران بل على دول أكبر من إيران، ولكن إيران تمارس الإرهاب يعني بشكل مختصر، إيران الآن تمارس الإرهاب في المنطقة، إيران والمواجهة الإرهاب صراحة أمر خطير جدا، لأن مواجهة الإرهاب لا تواجه نظام بجيوشه ولا تواجه نظام بمعسكراته، تواجه نظام لا أو من خلال انتحاره أو من خلال قتيل، أنت تواجه الآن إيران من خلال هذه السياسة العدوانية. إيران لا اليوم تواجه، حتى اليوم في العراق حينما قتلت أبنائنا في العراق المتظاهرين والشيعة التي تدعى هي وتدعي أنها تساندهم، تواجههم بالغناصات في الشوارع وهم متظاهرين سلميين. علينا أن ندرك تماما إيران دولة إرهابية بامتياز، واعتذر على وصف إيران بدولة، بل هي عصابة إرهابية بامتياز. إيران تريد الآن، لا ينجح إيران حتى الآن منذ مجيء الخميني، حينما جاء الخميني نجح النظام الإيراني بخوض حربه القاشم على العراق التي شنتها الدولة الفارسية على العراق، نعم سيد ميثاق، حتى يستطيع أن يثبت نظامه. فاليوم إيران تريد أن تعيد الكرة ثانية وتشن الحرب على المملكة العربية السعودية الشقيقة لكي أن تستطيع تثبت نظامها الإرهابي. من ملبورن المتخصص في الشأن الإيراني ميثاق عبد الله، شكرا جزيلا لكم.